بصراحة يوسف بيستهبل يا أستاذ محمود، وأنا مش موافقة على الحركات دي. لا ما أنا مش لابس الروب وجاي ترفع عنه علشان تقولي لي يا أستاذ محمود. أقولك يا محمود شغال. أوكي. حضرتك فاهم قصدي؟ أنا فاهم من قبل ما أجي قبلك أصلا. طب جاي تقنعني بإيه؟ بحاول أقنعك إن إحنا نعدي الأزمة دي علشان حياة يوسف وياسمين ما تتهدش بسبب غلطة، لكن أكيد مش بنفي الغلطة دي أو بتفه منها، لا. لكن لو حسبناها بجد أكيد اللي بينهم أكبر بكتير من إنه يتهد بسبب غلطة لحد فيهم مهما كانت كبيرة. أنت لسه من شوية بتقولي ما أقولكش يا أستاذ محمود صح؟ آه. طب ليه بقى مصمم تكلمني بلغة المحامين دي؟ تمام. هي ياسمين طلبت طلاق؟ لا. أنت ما بتكلميهاش ولا إيه؟ صراحة أنا الفترة اللي فاتت كنت مشغولة قوي بمشروع كده ولسه يعني مشغولة فيه، فما بكلمش حد خالص. مشروع إيه؟ فيلم. إيه ده؟ أنت هتمثلي ولا إيه؟ لا مش للدرجة دي يعني، كفاية عليا أبقى مذيعة. لا هو مشروع كده أنا كنت قدمته في البرنامج عندي، بس للأسف إدارة القناة رفضت إنها تعرضه، فأنا قررت إن أنا هعمل فيلم تسجيلي على حسابي. لا ده انتي داخلة على ساسبنس كبير قوي. مش قوي يعني. بيتكلم عن ايه الفيلم ده؟ والله فرصة ان حضرتك معايا النهاردة اسألك شوية اسئلة كده واستشيرك. بس قبل ما احكي لك على الموضوع ده انا حابة ان احنا الاول نخلص موضوع ياسمين ويوسف، والحقيقة انا مش موافقاك ان احنا اولوياتنا زي بعض. مش فاهم. يعني في واحدة ممكن تشوف ان الحياة مع جوزها مستحيلة لو عرفت انه بيخونها، واحدة تانية ممكن تعدي الموضوع ده عادي، لكن ما تعديش مثلا انه كذاب بخيل بيشخر وهو نايم. ياسمين بقى مادام لحد دلوقتي ما طلبتش الطلاق ده معناه انها لسه بتعقلها، فاعتقد ان احنا لازم نديها وقتها ونشوف القرار اللي هي تاخده في الاخر. أنجل مالك؟ هو اللي عامل كده في نغم هو اللي عامل كده في مضو نرمو ولا حد تاني؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا زياد؟ انا سألت ماما على فكرة وقالت لي على كل حاجة، انا مش عيل صغير. نغم عرفت حاجة عن الموضوع ده؟ اكيد لا طبعا. انت ما شفتش منظرها كان عامل ازاي ساعة الموضوع بتاع نرمو ده؟ متعرفش انا عملت ايه علشان اهديها؟ حبيبتي حاولي تشربي بقى صغيرة يا ناس، ما كلتيش حاجة من الصبح. مش قادرة احط حاجة في بقي. طب عشان خاطري. مش قادرة. انا ضيعت بنت يتيمة صح؟ ممكن ما تفكريش في الكلام ده دلوقتي خالص وتهدي يا إيناس. لا 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 ضيعت بنتي. حبيبتي إن شاء الله هتبقى كويسة، البنت زي الفل ما فيهاش حاجة. بس هتبقى ضاعت مني. مالك مش عايز يبقى لي ولا دقيقة بعد كده وأنا انا ما اقدرش اعيش من غير طبيعه الشغل من غير بنتي ولا يوم، ما اقدرش اعيش في الغيره ولا يوم، ما اقدرش اعيش. أخباركم إيه دلوقتي؟ مين دول؟ أنت وياسمين؟ آه مش عارف. إيه اتصالحتوا يعني ولا إيه؟ بص إحنا عايشين في بيت واحد أنا وهي بس. يعني إيه؟ انفصلتوا؟ يا عم فضل الله ولا فعلك في إيه؟ يا عم أكيد مش قصدي يعني إن أنتوا تنفصلوا، بس طالما
مفيش اجراءات او قرارات للانفصال يبقى تمام، يعني في امل ممكن يحصل علاج للموضوع كده. تصدق انا بقالي فتره طويله جدا بحاول اقنع نفسي بموضوع الامل ده بس مش شايف اي امل، الموضوع صعب قوي. ما هي برضه يا يوسف اللي حاسه بيه دلوقتي صعبه برضه. هي المهم الولد مالك بصراحه صعبان عليا، عمري ما شفته بالشكل ده خالص، وشه مرهق كده وتعبان متوتر، ما اقدرش طبعا الومه ابدا، بنته الوحيده برضه. الموضوع ما كانش سهل. الحمد لله الموضوع خلص على كده. أنا بصراحة بس الحاجة الوحيدة اللي قلقاني في الموضوع نفسيتها. أكيد الموضوع ده هيأثر على نفسيتها، بنت لسه صغيرة ممكن تتعقد. ما هو لازم مالك يبقى جنبها الفترة اللي جاية دي، وإلا البنت دي ممكن تتدمر. أخبار ندى إيه؟ مالها ندى؟ مفيش، أنا بس بسأل على مراحل العلاج، يعني عاملة إيه؟ في تطور الحمد لله في. لا تمام تمام، العلاج تمام وكله تمام وزي الفل، مفيش أي حاجة. الحمد لله احمد ربنا يا عم. مالك نغم مش هتقعد مع الست دي تاني ابدا. هنشوف، اطمن بس على البنت الاول عشان اعرف افكر. هتبقى زي الفل، هيبقى مفيش احسن منها خصوصا لو قعدت في وسطينا. اسمها نغم مالك، احنا اهلها، احنا نخلي بالنا منها. انا تعبان بجد. اطمن يا حبيبي، بنتك هتعديها وتبقى زي الفل، وانت هتتجوز واحده هتخلي بالها منكم طول الاثنين. ده وقته عزه، ده وقته النبي. ايوه ده وقته، لان انا لما سبتك على راحتك وصلت الامور لكده. لو كنت اتلميت واتجوزت ما كانش حصل اللي حصل. انا مش فاهم، انت جايه تهديني ولا جايه تتعبيني اكتر؟ جايه اعمل الاثنين، جاية أطبطب وأفوقك. الست دي ما تباتش مع بنتنا، تمشي. مش هينفع، لازم فينا حد احنا الاتنين يبات معاها عشان يطمنها، وفي الآخر دي أمها، مش هينفع أقولها كده. وأنا جدتها، أنا اللي هبات معاها، ولو في حد هيبات معايا تبقى رانيا. رانيا دي إيه؟ رانيا دي إيه دلوقتي؟ رانيا دي اللي هتبقى مراتك وهتخلي بالها من البنت. بصي بقى، انا لا هفكر في بيات ولا في رانيا ولا في حتى جواز، ولو هفكر في ست تبقى جنبي دلوقتي مش هفكر غير في لنا. ده غير ان انا مش هفكر في اي حاجه غير لما اعرف مين اللي عمل في بنتي كده واجيبه من قفاه، حتى لو هتبقى اخر حاجه في حياتي هعملها. فهمتي؟ نغم انا مش عارف انت سامعاني ولا مش سامعاني، انا مش جاي الوم عليكي ولا على مامتك، لو حد هيتلام يبقى انا، عشان عارف ان انا لو جنبك ما كانش حصل كل اللي حصل. اوعدك ان انا مش هسيبك تاني، اوعدك ان انا هجيب الراجل ده، هجيبه هيتحاسب. اخبار نغم ايه؟ كويس الحمد لله، بقت احسن شويه. طب في جديد؟ نفس الحكايه ده ماسك. طب والظابط قال ايه؟ تخيل
تخيل لسه بيشك في الحيوان اللي عمل كده في البنتين اللي قبل كده. وماله، خليه يشك وخليه يشوف شغله براحته خالص، واحنا كمان هنشوف شغلنا. انا عن نفسي هبتدي الشغل من دلوقتي، مش هنسيب حقنا. انا تعبكم معايا. عبيط ده ولا ايه؟ نغم، نغم، سيبيها ترتاح يا إناس. أنا بس عايزاها تاكل حاجة، ما أكلتش حاجة خالص من الصبح. يا بنتي أنت اللي محتاجة ترتاحي، وأنت اللي محتاجة تاكلي، بقالك يومين ما أكلتيش. مش جعانة، مش عايزة أكل. هي أول ما تصحى الدكاترة هيجيبوا لها الأكل. بصي أنا هروح دلوقتي أجيب لك أكل وأجي على طول، وهاخد رانيا معايا. بقول لك ايه يا الناس، حياتك يا طنط، انا تعبانه ومش قادره. كلنا تعبانين، بس كلنا مش مهم. المهم دلوقتي نغم. صح، معاكي حق. يبقى تسكتي وتسمعيني كويس، ومش بس تسمعيني، تفهمي اللي هقوله، عشان ما عنديش طقطان اعيد وازيد في اللي بقوله. اتفضلي. ما انا هتفضل، ومن هنا ورايح انا اللي هتصرف. احنا خلاص يا حبيبتي اتاكدنا انك ما تعرفيش تاخدي بالك من بنتنا. قصدك ايه؟ قصدي واضح. انتوا عايزين تاخدوا بنتي مني واقف ساكته؟ لا، مش هتسكتي، هتخرسي، هتحطي جزمه في بقك وتخرسي، عشان انتي كنتي هتضيعي بنتنا مننا، كانت هتروح البنت مننا. لا، هو في روح اكتر من كده؟ ويا ريت حصل لها زي ما حصل لزمايلها، ده اللي حصل لها حصل لها في بيتها. انتي اللي ضيعتي البنت، وما كناش ناس تعرف الاصول. مش قادره احكي لك كنت عملت فيكي ايه. نعم حبيبتي، ازيك يا حبيبتي؟ اسم الله عليك يا بنتي، اسم الله عليك. ألف حمد لله على السلامة يا بنتي. إيه الصوت ده؟ مش عارفة، صوت النبض غالبا. انتي كويسة يا حبيبتي؟ يا جماعة احنا لازم دلوقتي نركز على الاكونت بتاع نغم وبس. انا شايف ان احنا لو اشتغلنا على الاكونتات التانية يبقى احنا كده بنحرق وقت ومش هنوصل لاي حاجة في الاخر. مش هنسيب اي اكونت كان بيتعامل مع البنت، حتى صاحبات مامتها، حتى البنت اللي اسمها نرمين ذات نفسها مش هنسيبها برضو. بس نرمين ماتت خلاص يا ادم. الله يرحمها. الله يرحمها. ماتت بنفس الطريقه يا مالك، ومن نفس الشخص، يبقى مش هنسيبها برضو. انا شايف يا جماعه ان احنا نبدا باللي اسمه حاتم ده. مالك، لو سمحت من فضلك في الموضوع ده بالذات يا ريت توفر مشاعرك دي شويه. انت فاكرني غيران على ايناس؟ لا، انا مش فاكرك. ده لازم يكون حاصل. انت لو شفت حاتم اول واحد هتشك فيه. يا سيدي نشوفه، بس برضه هنشتغل على كل الاكونتات. ايوه، يعني هنبتدي بيه؟ يا سيدي نبتدي بيهم كلهم مع بعض، احنا ثلاثة هنقسم الشغل علينا. بقول لك ايه؟ تحب تمسك انت الملف بتاع ايناس وصاحبتها، ولا اي حد فينا يمسكه عادي؟ احنا مع بعض نقسمها زي ما نقسمها. ماشي. بس
ما يمنعش برضو ان انا امسك الاكونتات بتاعت ايناس. في الاول وفي الاخر يا جماعه دي ام بنتي، يعني ما ينفعش حد يشوف تفاصيل حياتها غيري. عندك حق يا ملك. طيب ريسبكت. نشتغل بقى ولا ايه؟ يلا يلا. اول لوج حصل عندي اهو. ام ان بابا. ايه يا حبيبتي؟ تعالي اقعدي. هو احنا هنعمل عزا سليم هنا ولا في البلد؟ بيني وبينك انا تعبان قوي، مش قادر على موضوع السفر ده، هنعمله هنا احسن. احسن برضه، انا مش عايزه اروح هناك تاني. ليه بس يا حبيبتي؟ مش عايزه يا بابا، يعني ما تعودتش اروح من غير سليم هناك، واخر مره رحت انا وهو كان في فرح منور بنت عمه اسم، كان مبسوط جدا وبيرقص وكان مهايبر كل الناس. بابا انا مش هقدر اروح هناك تاني. خلاص يا حبيبتي، ما انا قلت لك ان انا هنعمل العزا هنا، وكده كده كل الناس اللي جايه تعزي هتيجي من البلد علينا على طول. تمام، ينفع اطلب من حضرتك حاجه تانية بس من غير ما تزعل مني؟ حبيبتي انا عمري ما زعلت منك، اموريني عاوزه ايه؟ عايزه ارجع شقتي تاني. طيب ايه يا حبيبتي؟ لحقتي كده تزعلي مني ولا انا ما وحشتكيش؟ لا يا بابا خالص، مش عشان حضرتك بس، كل حاجة هنا في البيت بتفكرني بسليم من واحنا صغيرين، واحنا بنلعب مع بعض، واحنا مبسوطين مع بعض، واحنا بنكبر مع بعض. مش قادرة بابا اقعد هنا. طب يعني على الأقل خليكي معايا كمان أسبوع. مش معقول يعني الناس تيجي من البلد مخصوص عشان تعزينا وما يلاقوكيش موجود، مش كده برضه؟ ماشي يا بابا، حاضر. ما جلتش في حاجة وحشة يا باشا. عموما أنا متشكر جدا لحضرتك. طبعا. بكرة إن شاء الله. تشرف، تشرف، ما جلتش في حاجة وحشة. شكرا يا باشا. مع السلامة، ألف سلامة يا فندم. اتفضل. فاروق، أنا عندي أخبار تخص غادة منصور. ومالها بقى ست زفتة دي كمان؟ هي خدت طيارتها والفجر هتبقى هنا. ودي هتعرف توصل لها من غير ما حد يحس بيك؟ مستحيل. أكيد راغب هيبقى مأمن لها الدنيا قبل ما تاخد طيارتها من هناك. اتصلت بالليوة ممدوح؟ ايوه، بس اللي عايزه حضرتك مستحيل هيحصل من غير أدلة. انا عايز راغب ده قلبه يتحرق على بنته. هيحصل، بس توصل هنا وتستقر هنتابعها وهنتصرف معاها صح. البنت دي لازم كل حاجة حواليها تتطربع على دماغها، لازم كل حاجة تخرب، لازم تحس إن هي من غير سليم بقت ولا حاجة. أكيد. هي قبل ما توصل لحد هنا ههدي كل حاجة عملتها وصرفت عليها. أنا جيت بس عشان أخبرك أول بأول. شكر. ميرسي يا إيدي. ميرسي لحضرتك. البقاء لله. الله يرحم سليم. عن إذنك. تفضل. الله يرحمك يا سليم، الله يرحمك. بقولك ايه يا مالك؟ اوعى تسيب اي كلمة ما بينهم وما بين بعض، اي كلمة ممكن توصلنا لاي معلومة حتى لو كانت هزار. ما انا بعمل كده. انت عملت ايه؟
انا على تليفون حاتم بتاعك اهو. وصلت لحاجه جديده يعني؟ بعت رساله لواحد صاحبه اسمه بسام واتفقوا ان هم يتقابلوا كمان شويه، بس قالوا انه هيبعت له مسج بالمكان والميعاد. بسام مين؟ حاليا ما اعرفش. وانت يا يوسف وصلت لحاجه؟ لا ما وصلتش لحاجه لسه. امال سرحان في ايه يا عم يوسف؟ ولا حاجه، شغال اهو. اسرح في ايه يعني؟ بقولك يا ادم، مش انت راجع على القاهره النهارده بالليل؟ لازم، بس هرجع تاني بكره الصبح المالك. بس لازم اروح اطمن على ندى واشوف انس وارجع على طول. طب ينفع يعني تاجل سفرك وتخليها بكره الصبح وتسافر معانا وياسمين؟ اشمعنى؟ اصل انا بصراحه كده مش عايز اروح اعزي في سليم رماح لوحدي. مش عارف يعني ياسمين ممكن تفكر في ايه ولا تشك في ايه، فوجودك معايا مش هيخليها تشك في اي حاجه. بص، هو انا ممكن اجل سفري معاك لبكره الصبح، بس موضوع العزا ده. طب ليه يا ادم؟ ما تيجي معايا. لا يا يوسف، فكني من الموضوع ده بليز. ماشي يا ادم، بس يعني يا ريت ما تجيبش سيره الموضوع ده خالص طول ما احنا في العربيه مع ياسمين. ماشي، حاضر. انت عرفت مات ازاي؟ مصر كلها عرفت هو مات ازاي يا يوسف. وانت ايه رايك؟ عادي، واحد كان بيلعب سياسه بغباء مع ناس ملطوطه جوه وبره، فعادي انه يحصل له كده. طب وليه يحصل في مصر؟ ليه ما حصلش بره مصر؟ ايه يا يوسف، الناس دي ما بتعملش الشغل ده في بيتها. انت شكلك بس نسيت انا مراتي وابني ماتوا ازاي. الله يرحمهم. الله يرحمهم يا ادم. بس معنى كلامك ان رغم منصور هو اللي عمل كده، صح؟ عندك شك في حد تاني غيره؟ رغم منصور هو الوحيد اللي كان سليم مسبب له كابوس في حياته هو وبنته في نفس الوقت. أنا مش عارف إزاي الناس دي عايشة. ما تستغربش يا يوسف، هي الناس دي كده. في إيه؟ طيب أنا هتحرك. على فين؟ حاتم بعت رسالة لصاحبه اللي اسمه بسام دوت وهينزل يقابله دلوقتي. طب أنا هاجي معاك طبعا. غلط يا ابني. استنى، في إيه؟ غلط، غلط تماما. حاتم عارفك كويس أوي، ما ينفعش يلمحك في المكان اصلا. طب ما احنا على جهازه يعني، ممكن نشوفه ونسمعه في اي وقت واحنا هنا. ممكن تسمع بس ما اعرفش اذا كان ممكن تشوفه ولا لا، لان ممكن تبقى زاويه الكاميرا بتاعه الموبايل بتاعه مش زاويه صح. عشان كده انا لازم اروح ولازم اصوره بوضوح اكتر. اهم حاجه انك تخليك على جهازه وتسجل كل كلمه بتتقال. ماشي يا يوسف؟ انا هعمل كده. شنطتي فين؟ ادم، انا مش قادر اشوف حد في المصيبه دي غيره. وانا معاك يا مالك، وانا كمان مش قادر اشوف غيره، بس ما تقلقش، وحياتك هنجيب امه.